صوت الحنين يا صدى الأوجاع عم تندغ عمين يا القلب رجع شو حرقت سنين حب عمري ضاع والحلم انسرق الحلم انسرق ما تذكرني بشي كرهت الذكريات وكرهت كل شي الصور والطرقات ما بيدي شي كل شي حرمات الإحساس احترق ما تذكرني بشي كرهت الذكريات حمات إحساس يحتاج شمسي عم بتغيب بعد ميت الايام ضميري اختنق ضميري اختنق ما تذكرني بشي كرهت الذكريات وكرهت كل شي صور والطرقات كل شي حلو مات إحساس يحتاج ما تذكرني بشي كرهت الذكريات وكرهت كل شي صور وطرقات كل شي حلو مات سلام سووا لك شيء؟ عملوا لك شيء بالفحص؟ لك يخرب بيتك شو عملتي بالرجال؟ سفسحتي له عقله عم يحاكي حاله بالشارع
لا معلش معلش حرق صيش يومين ثلاثة كمان. ايه مينا حلوة بنشوفها تكرم عينك بنشوف. يلا باي باي برجع بحكي معك. احترامي سيدي. يا اهلا وسهلا. منيتنا على حالنا يا سيدنا. هدول ابطالنا اللي عم يحمونا وشو ما عملنا رح نضل مقصرين تجاههم. والله الحقيقه انا كنت بدي مر لعندكم بس بعرف مشاغلكم. سيدي مشان باصات وفانات المؤسسه. يعني نحن شو عم نحمل فيهم غير هالمساعدات لهالناس المعتر؟ حتى العالم اللي عم تطلع فيهم عن الناس اللي عم تساعدوني. يعني والله حرام العطل على الحواجز يا سيدي. الله يخلينا ياك. الله يخلينا ياك يا سيدي. وأنا راح أكون فخور وسعيد إذا بتحقق الحلمي وبتمر لعنا على مقر المؤسسة. حتى العيلة الكريمة إمتى ما بدهم المطعم جاهز ومفتوح لهم 24 ساعة. شكرا لك. شكرا. أكيد أكيد. احترامي احترامي. بترجاك ما تزعل مني. يعني نحن منضل عشرة عمر وانت من أعز أصدقاء وائل. تتوقعي اني رح أزعل؟ بعتبرها خيبة من الخيبات الكتير اللي عم نشوفها. يا سيدي إن شاء الله ما بتشوف غير كل خير والله يبعد عنك كل الخيبات. أي شيء بتحتاجي أنا موجود. بتذكري دائماً أنه وراك ظهر. بعرف ما عندي شك بهذا الشيء أبداً. يلا بخاطرك. الله معك. ألو كيفك؟ تجي لعندي ولا اجي لعندك؟ لا دخيلك زحف ما بدي. المهم تكون شلتها من محل ما انا بوشه لوائل. ايمت رح تقبضني؟ الشغله بدها طوله بال. بس مو هاد كان كلامك بالمجيبه. طوله بال قصدي كم يوم عبين ما نشوفه ونعطيه العلامه ونتفق. انا امي عم تموت وما عندي وقت، عم تفهم؟ احكي مع وائل اليوم وقول له العلامه صارت معنا، خليه يجيب 3 ملايين ليره ثمنها. وقديش رح تكون هسته؟ مليون ليره، وبس نتفق انت اول واحد رح تقبض، منيح هيك؟ لك شو عم تعمل؟ واحد شو بدك يعني اعطيها مثل ما هي بريحه مضافتها. حاكيك اليوم. فكرتك زعلان مني ولهيك ما عم تتصل. وإذا أنا ما اتصلت أنت ما بتطمني علي؟ ما بعرف ليش فكرتك سافرت. هيك من دون ما أخبرك. ليش لحتى تخبرني؟ أنا حي الله رفيقة. شو بك بعد؟ ليش هيك عم تحكي؟ ما تردي على موبايلي؟ اي الو اي تمام يلا جاي على المكتبه. نعم رايحه على المكتبه. تنتظرني؟ بدك افوت معي؟ لا لا ما في داعي استناني هون. اوكي ليش حسيتك زعلت؟ لا ابدا. انا لو ما بعرف قديشك شخص متفاهم وبتحب الصراحه ما كنت حكيت لك. ما بعرف غرت شوي يعني حسيته شجاع اكثر مني. كيف يعني؟ يعني انا يلي لازم اكون بمحله من زمان كثير بس ما بعرف ليش متردد وخايف اقوم بهالخطوه. جمال أنا ما حكيت لك هذا الحكي لتقوم بأي خطوة. أنا ببساطة إنسانة واضحة وصريحة. حكيت لك يلي صار. بعرف. بدك تعلميني عن طيبتك
وأخلاقك ولطفك. هلا بصدق يا ستي. صدقي صدقي وآمني إنك جوهرة نفيسة ونادرة، لازم الواحد ما يتردد إنه يخوض حرب كرمالها. لا دخيلك حروب بلا، اللي فينا مكفينا. طيب أوكي، مؤتمر جنيف؟ ما بدي مؤتمر جنيف، تلتة طويلة. طيب شو رأيك تفتح السيرة مع أهلك؟ قصدت مهل الجو حتى يجي يتعرف عليهم. إيه بس مو لازم نتعرف على بعض منيح بالأول؟ أنا أموري واضحة، ما في شيء مخبى. فيك تجي لهون كل يوم تستجوبيني، بس أنا أهلك ما فيني أشوفهم كل يوم. إيه معك حق، معناتها صار فيني بلش استجواب من اليوم. حاضر سيدي المحقق، وأنا رهن الإشارة. ٢٢٢٢ لـ ٢٢٦٦ البسوا هدول وجهزوا حالكم. والله ما فيني يا أبو مصعب، ما فيني. أنت بتعرف كل وحدة منهم محسوبة علي، وأي غلطة بدفع ثمنها حياتي. من الدفعات اللي وصلوا جديد، اللي لسه ما سجلوا بالدفاتر. ليش ما عم تفهم علي؟ قلت لك ما فيني. لا تنسي يا أم خضر إنه بنتك عندي بالبيت، يعني راحتها من راحتي، إلا إذا حابة تسمعي عنها شي خبر مو منيح. أعوذ بالله، شو هالحكي هذا؟ خليني شوفها. اللي أكثر من ست أشهر ما شفتها ولا طمنت عليها. هذا موضوع بإيدك، قد ما بتكوني منيحة معي قد ما بتخليني أفكر خليك تشوفيها. فهمتي؟ هي منيحة. تاكل تشرب. ما حدا بيجوع ولا حدا بينضام عند أبو مصعب لك أبو خضر. ولا نسيتي مين أنا؟ بعدين بنتك مرتي مو سبيتي. صرت وعدني 10 مرات وبتكذب علي. أبو مصعب ما بيكذبوا لك. بعدين بنتك هاي الفجرة كان لازم تتعلم شو تطلع من بيت جوزها. حلو والله مرت قائد أبو مصعب كل يوم والتاني برات البيت. ماك خليني اشوفها مره واحده، بوس رجلك خليني اشوفها ولو مره واحده، والله اشتقت لها. هدول كلهم مسجلين؟ تفضلي شو هي المخطوط. حبيت المقدمه؟ ممتازه كالعاده. بتعرفي أحياناً بحس بمتعب المقدمة اللي بتكتبيها أكثر من الكتاب نفسه؟ مو لهالدرجة. هلأ تحديداً هذا المخطوط بصراحة كان بده مقدمة جداً مميزة. رح تلاقي بخط أحمر شوية تصليحات. غريبة، مع أنه أنا كنت كتير حريصة أنه ما يكون فيه ولا خطأ. لا لا هي سهوات لأنه بديهيات بالنسبة إليك. شوفي وليمة لأعشاب البحر لحيدر حيدر مو لمحمد المهود، وعندك هون جنود الله لفواز حداد مو لرفيق الشامي. مثل ما عمل لك بديهيات، كأنك ما عم تمنجي شي هالفترة. أنا هاي الفترة عم بعتذر عن كل شي مونتاج لهالكم شهر الجاي. ليش؟ هيك حابة ركز على دار النشر بهاي الفترة. المهم هلا أنا نازل جيب قالب كيك عليه صورة سبايدر مان. اليوم عندي عيد ميلاد ابني على سكايب، صار عمره 3 سنين. إذا بتكوني هون رح كون كتير مبسوط. باي. إن شاء الله باي. انت بتعرف انه كل مجاهد له حصه واسهم هون، وكل سبيه عم تجي عم تتوثق برقم. يعني لما تنطلب الوحده منهم لازم تكون موجوده او كاتبه عندي ان انباعت مع اسم المجاهد اللي اخذها ورقمه. ما
ما بدي اخسر حياتي كرمال غلطنت لهي. مشان هيك عم اقول لك من يلي لسه ما تسجلوا. حتى اللي لسه ما تسجلوا لهم ارقام وسجلات تانية بدار الحسبه. ام خضر، انا ولا مره غلطت معك، وكل وحده اخذتها رجعت لك اياها. طيب ليش انت ما بتشتري؟ ما انت لك حصه كمان. انت ما فيك مخ. انا الامير رضيان عني لانه ما عندي هيك شغلات. ما بدي الصوره تتشوه قدام. بعدين اي مكاني انا بوصل لها هي عز لك ولا بنتك. ولا ان شاء الله مفكري حالك انت هون على سواد عيونك. خليني اشوف بنتي. كوني منيحه معي، فكر كوني منيحه معي. راح شوف شو صاير. ألو. ألو شو؟ أرجوكي ما تسكري، أنا مجد بدي إياكي ضروري. خليكي تعرف الإنسانية على أصولها. ورح أرجع على البيتي من أول وجديد. رح أرجع على البيتي من أول وجديد. جيبوها للسنيورة. عاملة حالة محامي دفاع. بدها تعلمني الإنسانية. شو قلنا كثير بقلبة. ما عاد ما عاد أحكي شيء. وقحة كتير وجقرة، بدي اياك تذلها وتكسر لها عينها. غالي والطلب رخيص. بس اكثر من ثلاث ايام ما فيني اعطيك اياها. واوعك حدا يعرف، ما تخرب لي بيتي. بيتك هو بيتي يا ام خضر. رح تخليني اشوف بنتي.
وحياة عينك يا خشي، قريبا جدا رح تشوفيها. رح اشوف اذا جهزوا لك اياها. انت ليش ما بدك تفهم انه انت مالك مطالب بولا اعتذار بولا شيء؟ ليش ما عم تستوعب انه انا ما بدي اشوفك ولا حتى بدي احكي معك؟ مو لحتى يرتاح ضميرك بتفرض شيء على الاخرين هن ما بدهم اياه. هلا بتروحي على البيت بتضبي اغراضك وبتنزلي معي على بيروت، رح اعرضك على اهم اطباء مختصين بهذا المرض. انت كيف عرفت؟ كيف بتعرف شيء انا ما بدي ولا حدا انه يعرفه؟ بأي حق؟ شو؟ شو؟ أرجوك مجد. شو هالحكي؟ أنت متأكد من هالمعلومة؟ هلأ حكي معي وقال غالباً موعد رح يكون بكرة. يعني روز ممكن تكون عايشة؟ طبيعي تكون عايشة إذا جايب أثر منها. يا رب يا رب يا مروان يا رب. بس قال لازم تجيب معك 3 ملايين ليرة لحتى يعطيك الأثر. مو مشكلة المصاري، بتدبر المبلغ، مو مشكلة، المهم تكون عايشة. يا رب تكون عايشة. أهلين. شو هالحكي؟ طيب يلا جاي. لا جاي فورا. الله يسامحك يا مجد. خير استاذ؟ شوفي لا شغلة عائلية ما في شيء. المبلغ بكرة بيكون جاهز، خليه يظبط الموعد بأسرع ما يمكن. حاضر استاذ. أمان اصحاب معلم، اصحاب روح. لا حول ولا قوة الا بالله. والله واجعني قلبي عليك يا سيدتي، يعني معقولة تتحوس الحدفة تريح راسك روح قدام موقف السيارة؟ والله مو ظابطة. هي اختك مش ناقصة كمبونة، مش ناقصة. كلها معي 5 دقائق خليني اشرب فيهم السيجارة على اساس فت على الحمام. عم يستفقدني كثير الوالد هاليومين، مش بعيد يفوت علي على الحمام يعني. نصحتك وما كنت تسمع مني. شو نصحتي فتح زمانها؟ يعني إذا سمعت مني وعملت شراكة مع اللي حكيت لك عنه، هيك بيصير شغلك من راسك وبترتاح من أبوك ومن كل هالدوامات اللي ما لها طعمة. مضر؟ أنت وكنت مخبى وليه؟ أنت صار لي بقعد معك، هي أول مرة بقعد معك وبتحكي شيء بيعبي الراس، فعلاً عبيت لي راسي. يلا قوم. لك لوين؟ لك معلم تايب؟ شو؟ السيجارة بإيدها. والله ما إلي قلبي يا أبو مضر. تقبري قلبي إن شاء الله. كب عنك. أنتوا كيف بتعملوا فيني هيك؟ كيف بتسمحوا لحالكم تقربوا على مكان ما بدي حدا يقرب منه؟ أنتوا فتوا ودستوا على وجعي. وجعي اللي ما بدي أي حدا يشوفه أو حتى يلمسه. كيف بتسمحوا لحالكم تجرحوني بهاي الطريقة؟ كيف؟ شوف، يمكن نحن عرفنا شيء ما كان من حقنا أنه نعرفه، بس كان ضروري نعرفه. أصلاً عيب علينا ما نعرفه لحتى على القليلة نقدر نوقف معك. كل الكلام هذا لا مو مهم، المهم أنك تبلشي علاجه فورا. أنت ما دخلك فيني لو سمحت. أنا أصلاً سمحت لك تكون هون لحتى تعرف هاي المعلومة قدام وائل، لأنه بجوز بكرة انساها. أنت ما لك أي علاقة فيني. ليش هذا الموقف مني أنا؟ أنت هلأ بالنسبة لي ولا شيء. أنت مجرد شخص غريب كاتب تربطني في علاقة وانتهت.
مانك مضطر لا تبرز عواطفك ولا تعملي فيها شهامة وتيجي من بيروت لهون بس لحتى تعرض علي مساعدتك، لأنه ماني بحاجتها. ما في داعي لنظرة الشفقة اللي عم تطلع علي فيها هلأ. دور البطل الشهم يلي عم تلعبه مو لابق لك. أنا آسفة آدم، ما بعرف شو بدي أقول أو كيف فيني أدعمك. عن جد شي ما بيتصدق. حتى أنا ماني قدران صدق ولا قدران أتخيل حتى. طب أنتوا لإمتى رح تضلوا عاملين حالكم ما بتعرفوا؟ حتى تقرر هي تحكي، وشكلها ما بدي حدا يعرف هاي الفترة. يا الله، ما أصعب الوضع اللي أنتوا فيه. تخيلي قديش صعب تكوني عايشة مع الشخص الأغلى بحياتي، أنت ماني قدراني توقفي جنبه ولا تتعاطفي معه مع وجعه ومرضه، وأنت بتعرفي منيح قديش عم يتعذب من جوا وهو عم يخبي. على هاي الحالة كل الأحلام اللي كنت بانيها على السفر رح تلغيها مو؟ أكيد، بس الحارة لي قلبي إنه صار بدي أني سافر، يمكن ما بدي أني شوفها مريضة. قديش نفسها عزيزة هالإنسان. نياله اللي قدران يحافظ على كرامته وعزة نفسه ومستعد يفرط فيهم حتى لو كانت حياته التمام. شبيك بعد ليش عم تحكي؟ لا ولا شيء، بس قصة شو أثرت فيني شوي. طيب خلينا نقلب الموجة هلا، مع أساس عزمتيني على الغداء. أنا مت من الجوع ورضيان بنص سندويشة. أختي أنت عزميني وأنا بحاسب. تكرم عيني. هلا بغض النظر عن أي موقف سلبي من ماجد، أنت لازم تعترفي بمرضك وتبدأي فورا خطة علاج يا شو. ليش؟ لحتى عيش مجرد كائن بياكل وبيشرب وبيتنفس هو ما نوعيان لأي شيء عم بيصير حواليه؟ بدك ياني أخذ الدواء لحتى عيش كم سنة زيادة وأنا عم بتطلع فيكن وماني عارفاني ولا أي حدا؟ لا شو، الموقف ما رح يكون بهذا السوء اللي عم تحكي عنه. أنت بالذات ما تتدخل أبداً. تركوني واجه معركة مرضي لحالي. ما فيني أسمح لحدا يتطلع فيني وهو عم يكتم شفقته جواته وما بده يقول. أنا من حقي دافع عن كرامتي وأحميها بدون ما حدا يمد لي إيده وهو عم بيقول يا حرام ضيع عنك يا شو. مبسوط هيك؟ وائل توصلني لو سمحت. اطلع من حياتنا إذا بتريدي. زيني لشو؟ زيني! 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 لا خلصي لها! فزي! فزي وافي! إذا بتحب الله الله تركني! دخيلة طول! هلي؟ ما عدا إيدا والله! الله يخليك تركني! وإلا أخذني! مشان الله! وينك أنت سحار؟ عملي شاي عملي أكل! لا لسه وافي تحركي.
الرصاص اللي ياخذكم. يا ربي ولك اخرسي اخرسي بقى ولك اخرسي عم تسمع صوتك افوت بدمعك ها رصاص انت ولي يا سحار شو صار بالغداء يلا يلا بيقولوا يلا بيقولوا يمكن كانت ردة فعلي قاسية أو عنيفة شوي بس ما أقدر أدافع عن حالي غير بهاي الطريقة حسيت حالي مثل كأنه مغدورة أو مطعونة بداري بس بدك الصراحة أنا تعاطفت معه لمجد أنت اليوم قسيتي عليه كثير كان لازم يسمع هذا الكلام القاسي لحتى ما يفكر يرجع أبدا لحتى يمشي وما يلتفت لورا عارف قديش صعب الحالة وواضح قديشك بتحبني وائل أرجوك إذا بيوم من الأيام نسيت أنه قلت له هذا الحكي بتخليني أضعف وارجع له أنت تخيل المجهود الجبار يلي عملته لحتى أكون قوية أنا كتير ضعيفة دبشت شو خليني وصلك لفوق بس بكير ما بدها هالقد أنا بخير وعد بدي اقول لك شيء كثير حسيت فيه بالايام الماضيه انك عتبت علي لا 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 ابدا لا مهم انا لما قررت الغي سفرتي كرمال مرة شو كان في جواتي فرحه صغيره رغم كل السواد اللي عم يحيط فيني فرحه والفرحه سببها انت انا يمكن صار فيني اقول لك انه انت من الناس اللي كنت راح اندم كثير على فراقك ما تترك البلد صار لازم نمشي ما هيك؟ بس ثواني ايه وائل ادم شو عرفت بكل شيء؟ شو يعني كل شيء؟ يعني عرفت انه نحن بنعرف بمرضها هلا كانت معي ووصلت على البيت شوفي لي هالقالب مع احلام حطيت له عليه صورة سبايدر مان مثل ما طلبته ايه حبيبي تمام يلا قعديه هو واخوه يلا دقيقة مامي تعالوا 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 بسرعة تعالوا شوفوا بابي تعالوا لك ليك ليك بابا شو عامل لك ليك هالكيك ما أحلى عليه سبايدر مان كل عام وانتو بخير إن شاء الله العيد الجاية منعيد سوا يلا هابي بيرثدي تو يو هابي بيرثدي تو يو يلا نطفيهم لحظة لحظة راجي خير شو في بدنا نحكي معك شوي تفضل ما عم تعرفي؟ أكلت من شوي فكرتك مو جاي اليوم قومي حكي لي عقلي جيبها من وين جايبة؟
ما لك علاقة. شارية ولا حدا هديك ياها؟ مالك 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 علاقة. ومن أبري؟ حاضر. يعني فكرتك رايح لعند أمي، جايبة من عند أمي؟ جبنا عند أمي. روحوا لي. أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، لولا أنه الأمير شاهد على زواجك مني لزتيتك برا مثل الكلاب. أمي، يعني أبوك على أبو أمك، ناقصني أنا. أصلاً الوحدة عايلة أكثر من الثانية، هي تعمل لي ست الشرف. إلا عن أبوكم بصرماني، أقسم بالله ذبح كون حلال، أقسم بالله. وهي عزمتي. ما توقعت لاقيكي هون. انت كيف بتعمل هيك؟ كيف بتسمح لنفسك تنبش من وراي بالاشياء اللي ما بدي حدا يعرفها؟ صدفة. والله العظيم صدفة. ليش ما جيت خبرتني؟ ليش رحت خبرت وائل؟ شو إحساسك وأنت عم تفضح أسرار أختك؟ خفت. أكتر مرة بخاف فيها بحياتي. ليش بالعادة لما بتخاف لمين بتيجي بتحكي؟ لمين بتيجي بتحكي عن خوفك؟ مو إلي؟ ما قدرت، ما قدرت واجهك. شو استفدت أنت هلأ؟ شو استفدت غير انك حطيتني باصعب موقف ممكن انحط فيه بحياتي؟ انت ليش كنتي عم تخبي عني؟ مو انا المفروض شاركك بفرحك ومرضك؟ ليش ما جيتي وقلتي لي؟ لا، وصار موضوع السفر واجب وضروري. صار بدك تبعديني عنك باي طريقه. فيني افهم ليش؟ ليش ما بدك اياني يكون جنبك؟ لأني خايفة أكثر منك. ماني خايفة على حالي، خايفة عليك. أني بحبك يا غبي. اشتحي اشتحي اكسري عليك عينيك. اشتحي لي هذا الكيس والبسي لي هاللبسة. هيك شو جمح لها؟ تعي تعي طوري بالك. اشتحي لي هاللبسة. بعد عني، بعد عني، بعد عني، بعد عني. شو لك؟ عينك بقلعها؟ ها صار مخضر كان معها حق. بدك تلقين راس يا بنت. بدك تسمعي مني غصبا عني. ما بيعني لا، ما بيعني لا. قومي قومي بنزلها. شو شوف ابري